اش كاين بابا؟ اش بلدك بلانسيم؟ نوردن سلام. سلام عليكم. شتيكم الهتبر ملي جو ها بعد غادي لا كاميرا قدامكم. سلام عليكم. سلامتكم الحاجه تو كتجيب معاها عمرها ما كنقولها ما تجيبيش ما تجيبيش لا لا ما تجيبيش انت بوحدك. جابت الدجاج محمر جوج دجاجات هنايا غندخلهم دابا الفران وجاب البرغل وجاب لنا هاد الكيكات يا اختي اللي كيحمقوا وهذه بيان سور غادي نزيد غادي لاصوص ديال الدجاج. صراحه شوفوا انا الله دخلت دابا من السبيطار دخلت من السبيطار السوق ما مشيش لي ما طيب حتى شي حاجه والو 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 عاد لي نجيب اش غنطيب الله عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين لاباس عليكم بخير اش اخباركم اش تعاودوا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام كنتوحشكم بزاف ولكن اش غنديروا لهاد السيده بعيده علينا ما بعيده من الخاطر مبروك عواشركم الله يبلغنا ان شاء الله رمضان سيدنا شعبان راه على الابواب على ما كون دخل كاع والله يسر ولا تعسر. سي احمد راه مريض لينا كان هو سكينه في لوبيطال بات معاه ما عرفتش ليله ولا ليلتين ولا شنو. ايوا حنا كما العاده قلنا ما نجيوش يدينا خاويين الله يرحم من ماما حل حنا جاي من جا وجاب وياه اللي ما جاب مالي وجاب كانت هي راه جايه عندي قريب الله يديك راه ضاعت لا ولا انا الجما طيب ماشي الجما ما بغيتش شي حاجه تحمر الواجهه. طب حيدي البابي انا منهم باش ندخل من الفران اي فوالا شوف الحاجه اش كدير الله يخلف على الحاجه مسكينه ديما محنين وياه المساعد الرسمي سلام يلا السلام عليكم. السلام عليكم. هيك السلام. كيدايرين 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 لاباس عليكم لاباس لاباس عليكم عليكم كيدايرين لاباس عليكم يا ديال كيدايرين كي دايرين كي دايرين لاباس لاباس عليكم عليكم ابد كي دايرين لاباس لاباس عليكم عليكم توحشناكم توحش توحشناكم ابد توحشناكم توحشناكم ابد نسمك يا أزلاتك سيزا تواج نفسه إيه تواج نفسه أزلاتك سيزا الله الله عطا نيش بدي تقولي عطا عطار ها عطار عطار دمك عطار إيه عطار عندهم عارف في الأحرف ديال تركيا ما كاينش ما كاينش الحفله الحاجه نياتك دايرين لاباس عليكم توحشتكم هذا كاع بالجد توحشناكم لوقتنا هي كاع دايرين لاباس عليكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله مبروكم علي مبروك عليكم الشتاء بلادنا الحبيبه مبروك عليكم الشتاء الحمد لله والشكر لله اللهم لك الحمد الحمد لله كل شيء بخير منكم تكونوا بخير وعلى خير يا حبنياتي. انتم ماشي خايف فاش كتفرج في هذا البرنامج ديال ديك هنا كيعطوك الحروف هكا بابا بوكون سيرفايفر باش نجاك ما اوليو اليوم خلينا غتنتع الشاو يا اختي وغا كاين واحد بادي واحد اللي غيبدا واحد البرنامج كيعجبني انا شخصيا ديما 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 كنتفرج فيه كيبدا من غير نهار الجمعه اللي ما كيبداش فقط لانه كيبدا الجمعه كيبدا داك الطائر الرفرف هو النهار الوحيد اللي ما كيبداش فيه. ودابا خلينا اختي نوجدوا العشاء لا تشدوني الله يرحم لكم الوالدين. ايوا اختي رحنا خرجنا مشينا ناخذوا التقاديه جيت للدار لقيت الثلاجه خاويه كتصفر لقيت عندها عير خيزو وعندي ديك قولي هذيك المكوره سميتها ليشو ليشو هما اللي كاينين في الثلاجه شي حتى هو ما عنده والو الدار خاويه كتصفر عندي ديبو خاويه شي خير الله يحفظه لي ويخليه ليا اي حاجه كانت عندي ناقصه كنهبط عنده نتقداها واني تقداها منه. اليوم كان مشى للخدمه ايه
اليوم كان في الخدمه وانا كنت في السبيطار، نتوما كيما عرفتوا. هذا ثالث فيديو، المهم صورت لكم فيديو في نفس الوقت، غير بدلت قلبتنا قلبيتها. ماما والحاجه لايك كثر صوبي سد لايك كثر خيرهم جاو لعندي. بازارات البنات الفقيرات يكون فيهم خضره فريش، يعني ما تكونش جديده، كتكون الخضره جديده وسميتو واعي، وكيكون فيه بحال هكا الحوايج. انا هاد السوق كيعجبني، ولكن معمر ما كنت بنكتب انا باش نجي ناخذ منه الحوايج. ها هذا شوفوا هذا شحال زوين، هذا هكا هاد واحد هكا والله. ما شاء الله شحال زوين. شو هادو؟ شوفوا الشي هادو نفسهم كيتباعوا في ترانديول. هادي بميتين وخمسين، ودي الترانديول ممكن تاخدوها بتلتمية بربعمية ليرة. هادي والفرق ديال ما كنت شي فرق، سوا بحال بحال. انتوما السلعة ديال الأسواق قرب بحال السلعة اللي كتبع في الانستغرام واللي كتبع في ترانديول. ماما شوفي هادي، هادي الألبسة، ألبسة با هادي زوينة، البيج بيج رينج يابا. انو تشوكوش ما يجي تاسندو انا غير تلبس مع مونطو. هذه زوينه، انا بغيت وحده بحال هذه، بحال هادو البنات بغيت شي وحده بحال هذه. ولكن المشكله ديالي شنو هو؟ انه ماشي كيسول هذا، ماشي كيسول البدن، المشكله في الطول ديالي، انا قصيره كتجيني كتجرجر. قلع على هادو، غنمشي للدار غنوريه ليه، نوريكم بحالو بشحال. هذا راه داير شي 100 وحاجه. التلف هذا دوك يحمق، هذا زوين يتلبس مع الصايات، هذا زوين حتى ما تلخص العادي للاسواق. السلعه ديال الاسواق راه حسان وارخص من ديال المواقع، ولا من ديال بحال الانستغرام، ولا بحال الترانديول. لانه هنا في الاسواق راه كتكون سلعه ارخص من ترانديول. مثلا ترانديول مثلا تكون البياسه دايره 400 500 ليره. ماما يلا صحيح انا السلعه زوينه، والمشكله جينا في واحد الوقيته اللي هما غادي يسدوا، غيجمعوا يا رقم في غيسدوا. دابا كيفاش كيف ما كون جيت بكري كون ما كانش راجل عنده، وكان دوز عمليه اخرى كنت غدا نجي نتقطع. شحال من حاجه هذيك الالبسه زوين. انا البنات الحوايج ديال التو ديال التريكو اللي بحال هادو انا ما كيجيونيش. انا كنشوف البنت لابسه تبارك الله في الترند في الانستغرام كتجيها كتحمق، وكنجي لبسها انا عندي وحده مارو عرفتي كتجيني كتجرجر. بغيت نقطعها ما كتقطعش، ايه المشكل فيا انا الصوفا ما كتقطعش، هذا هو المشكل. اللي عندها شي حل الله يرحم ليكم الوالدين تكتبها لي في التعاليق. تريكو ديال الصوفا طويل، البسه ديال الصوفا بغيت نقطعها كيفاش ندير ليها مشاكل. انا حياتي كلها مشاكل، والحمد لله كلشي من فضل الله. معدي ما غندير. شوف هاد الثوم هادي ب 40 ليره، وهاديك ميتا ليره. القبيطه 40 ليره، 4 كيلو ب 40 ليره ديال البصله. نقول لكم شكون اللي بحالي اللي كيعجبو الاسواق. انا شخصيا كيعجبوني الاسواق، وانتوما خلوا لي تحت في الكومونتير. انا والله من محبي الاسواق، وكنلقى داكشي اللي كنبغي. ويلي الا ما توضرش الصغرى غنتوضر في كوبري، الا ما توضرش الصغرى غنتوضر في كوبري. في الاسواق دائما كنلوني خلي في ماما وكنشد في العيالات. شحال من مره توضرت لك ماما في السوق؟ انا فيا الهضره بزاف البرا اللي بقيت كنشد مع الهضره اللي كتضيع. ما قلتش لكم شوف ماما راه خرجت ليها الحاله الالرجي في الوجه ديالها، عيب عليكم الوجه ديالها شكل هذا 15 ليره. انا هذا ما كيعجبنيش، انا كيعجبني هذا الكبير ما فهمش. انا هذا كنحمق عليه، هذا ما ناكلوش، ما كيبغيش يدوز لي مع قرجوت. ولكن في الغاز اللي عندك البنات ماشي في الغاز. ما جاتني الحراقة قلت لنا نشرب فيتامين سي، مشيت للعاجل. ايبيت هادي بابا. ويا اختي
حطينا وسالينا. مامي بكير مي بيش اجتانو ماما يا شيخه بقى ياخذوا مطيش صافي وسالينا غنمشيو للدار طيبه. انا كيعجبني نجي للسوق هو يكون يلاه في البدايه ديالها ما فاش كيكون سالي ما كتلقاي داكشي اللي بغيتي وما كتقديش على خاطر 100 مليون. يا 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 اش كديروا؟ ما طيش شحال دايره ها بدات الله يرحم. حنا كنقليو حنا في البطاطا وكندير هنايا سلطه ديال نقول لي نتوما يا ديال الخيزو صافي المرقعه ديال سخونه بالبرغل والدجاج حتى هو راهو كيسخن في الفران ولي تزكاو عرفتي كاين ثاني الجوع جاني الهمري. يا شوفوا الالعاب الناريه غيكون شي عرس انا ولا شي واحد غيمشي للعسكر العسكر. شوف البنيده ملي كطل نعين على الدجاج محمر الحاجة الله يعطيك الصحه الصحه والراحه. يلا دابا غدا نهبطوا شوفوا عافاكم ما تدوش على هاد الروينه هاد الشيء حتى من بعد هادشي غير الكواليس. وجدت شلاضه ديال خيزو والمريقه هي هذه والخبيبز الخبز ديال الدار اختي اما الجميله انا اللي نحسها صافي. وهذا بطاطا فريت اختي بطاطا فريت كملت انا نصها من المقله لفمي باش ما نكذبش عليكم صافي. ماشي كاين شي لاخر هبطتو ماما ودابا غدا نهبطو باش نبداو عمليه الهمهمه والهمهمه والهمهمه صافي. انا راه ما سخفت عيت هذا الله اوف بالجوع طبعا تدارت من الصباح وهي زنزان عليا على دماغي. يلا ماما نهبطو شكون قتل شكون شكون ذبح شكون ماشي سمعتي السلاح لقمة كتجي بنينة تحط ما تاكلش. يلا هانتوما معايا فاش نهبطو لدار شيخين نتعشاو لتحت يا بيت تركيا كتسلم عليكم وعليكم السلام. وي الحاجه ولات مطر جيما الطبله المتواضعه ديالنا هي هادي اجي الله يعطي الله الرزق وهذا قبل لي داكشي خفان زربان. شكرا لك ماما على العشيه وكل ما كنتيش انت معرفش باش نتعشى قلب اندومي بيت هادشي اللي كان مش نعيط على الزوج الكريم وصحابه وليت تقاو وانتم معايا تان سالو خلينا اختي نقصيو على خاطرنا باش تبيع الكس كتقول راس غني. انا قالت لي غسيل معنو غسلنا المعنو ساليناهم وجمعت الماتريال ديالي انا هنايا حدي من شيخي فاش كنجيب شي نجيب لي شي حلوه ولا نطيب شي حاجه نجيبها لك وقال لي ها العار جمع لي خشاوشك راه اصلا انا عندي سميتو الكوزينه عامره بطفر كاع وداكشي اللي كاين غسلنا المعنو غسلنا داكشي كامل. دابا انا غندوزو للمرحله التاليه الا وهي عارفه شنو هي؟ لا غناكلو زريعه ماما دار انا غسلت ماي والله انا اللي غسلت قسما بالله وهي كترجع فيهم عندهم غير هادي. السلام عليكم عندهم لا ماشين ما كتبغيش تستعملها بغاي كدير لي مرمح مرمح وتلوح هذاك الشيء. لا كنغسلهم مزيان والله لا كنغسلهم غير هي هذا كتغسل اح سمحوا لي كتغسلي في هذا. انا مجنون الا ما درتش اصلا هانتوما البنات هذا واعر البنات اللي هذا بول شوز اكسترا هذا حتى هو غزال هذا ديال انا شيخي كيجيب من هذا بزاف هذا فريمون انا براسي كنستخدمو في الدار ديال الدهون وار 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 هذا باش يلاصق باش يخلي محلول. انا لا راه هسه البرد لا هذا الصباح كان الجو سخون يطنطن صافي. هادشي اللي كاين غنمشيو ناكلو دابا الزويعه. يلا ماما غسلي يدك ويلا ماما شويه غنبدا نضرب غناخذ الصح. شوف انا الحاجه اللي كضرني في ماما وما كتعجبنيش انا نقولها لكم صراحه كتدخل الكوزينه بحال كدير بحال كديري ليها ايه يفرج ليها كتحف هي بتخرج كنخرجها بالمضاربه كنقول انت جيتي عندي نجمعوا نبركوا نهضروا ماشي جايه تشقاي شقاي في دارك ماشي في داري كاين ولا ما كايناش
البنات كنبغي نبين الحداقه باش نبان واش انا حادقه ولا لا، فهموني. ايوا الحادقه راكي حادقه حداق مني، الله يهديك، حابين نهضروا نجمعوا راني توحشت. هذا هو السر ديالنا الثاني، نفرشوا هذه الزريبيه هذه، الزوج العزيز بابا العزيز والكميمسه ديال الزريعه حدانا تما نتوما، وغنبدا نقبو كل تيران. والله افرن وحده فيها الملحه والثانيه ما فيهاش الملحه. يلا ليتس جو. الوقت اللي حنا كناكلو خلصناه ما بين الزريعه وما بين القرقع، القرقع القشور ديالو والزرعه يا اختي. البنات هذه راه قالت لي ما كناكل والو، ماما ما عرفت ماني كنزاد في الوزن. ماما ما عاوتاني الزريعه كنزاد في الوزن، الله يهديك. البنات قولوا لنا في الكومنتيرات واش القرقع والله لا واش كيزاد في الوزن. شي لا لا القرقع والله ما كناكلو بزاف، اصلا كضرني معده وحده ما كنقدرش نكملها. حصلتك ناكي تنا حصلتك هنا يا باي. انا شيخه كيضيفك انت ما كضيفنيش انا، الله يحمي ولادنا. انا مسر قرقع ما عنديش معاه. بنات اختي هذا برنامج واع، هذا برنامج واع، هذا كنت كنتفرج فيه انا في المغرب فن. هذا علىكم علينا علينا ده شي ده كارد شي ده قال ما ده اغا شوف على التبهديله. ولكن هذا البرنامج هذا باش زوين عرفتي، كيخليك تحمس مع تغوض. انا بعد مرات كنبدا نغوض ونكل نخوض دوز من هنا وسلم هنا، ولكن واعر هنا على هنا في هذا البرنامج هذا في سيمانه وحده كياخذوا 200 الف ليره هاكي. مو ايوا يا اختي هادشي اللي كاين.